في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد. وكان في استقبال السمو وزير الداخلية السعودي ومعالي وزير الداخلية لدى وصولهما الجسر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد المهندس السهيل بن محمد إباني ومعالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس الإدارة. طلع سمو الأمير عبد العزيز بن سعود ومعالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة خلال الجولة على مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف لتسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما تم الاستماع خلال الزيارة إلى شرح عن أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، إلى جانب شرح عن مسارات الرسوم الخاصة للدفع المسبق والتي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية. من جهة أخرى، قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي يرافقه الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى معسكر قوة الأمن الخاصة. واطلع سموه خلال الزيارة على إيجاز قدمه رئيس الأمن العام سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن عن الخطط التطويرية للارتقاء بالأجهزة الأمنية إلى أعلى المستويات لتحقيق التميز في الأداء لتنفيذ القانون وحفظ النظام العام.